بالعافيه جابوا لنا كرسيين خرزان في المقصوره وقاعدين بنتفرج على الماتش. وبعدين تاني يوم الكابتن صالح رحمه الله عليه بقى بيقول له اتفرجت على الماتش وبتاع وايه رايك في الفرقه وكده، قال له اللي عجبوني اتنين، واحد في المحله واحد في الاهلي عجبوني قوي. المحله ده كان وائل جمعه. قال له مين؟ قال له فايف هير اند فايف هير، كان سمير كمونه ووائل جمعه، كان لسه اسم وائل جمعه ما كانش متردد في دماغه. فقلت له طيب في باد نيوز وجود نيوز. بص لي كده، قلت له باد نيوز ان سمير كمونه غالبا بيجهزوا يوقفوه سنه. فممكن ما يبقاش معاك. اتضايق، قلت له جود نيوز انا ممكن اجيب لك وائل جمعه خمسه الثانيه. قال لي لو تقدر تعمل فورا. وبعدين دي قصه ثانيه. لا قول. لا يعني لا مش هتعدي. ها بسرعه بس قولها بسرعه. لا يعني كلمنا وائل جمعه، كنا يوميا بنحتفل بديكسي. كان هي الالماني ده كان هو اللي بيمرن فرقه وكسب الكاس في القنده شهيره. وبعدين اتفتح الموضوع ف جبت نمره وائل جمعه وكلمته، فقال لي انا طب تحب تلعب في الاهلي؟ اهلي معقوله؟ يا ريت. قال لي بس انا مضيت على ورقه كده. قلت له ايه الورقه اللي مضيتها دي؟ فما حكى لي ظروف الورقه، لقيتها ورقه ما لا تشكل شيء يعني للزمالك يعني لنادي. فقلت له لا الورقه دي مش هتظهر حتى، لان دي ما لا تشكل اي شيء، مش مع الشخص المسؤول ولا المفاوض ولا بتاع. عايز تيجي الاهلي؟ عايز اشوفك في الاهلي عشان امضيك واخلصك ومن ال ضاعش وقتك. تاني يوم كان الموضوع يعني خلصة. هو وبعدين الحقيقه ما هو الشخصيه بتبان يعني. هو وائل جمعه مش جاي بيتاجر ان هو يعني لا، واضح ان هو ومشيتنا